سلام المسيح لنا جميعا. خلونا نصلي. شكرا إليك يا رب، أنت إله السلام، إله المصالحة، إله الوساطة بين السماء والأرض، بينك وبين الإنسان. وتريدنا نحن أيضا أن نكون صانعي سلام. شكرا إليك، تدعونا هذه الدعوة العليا لكي نصنع سلاما بين الله والناس وبين الناس والناس. فنستودع هذه الفترة أمامك يا رب، تعلمنا وترشدنا وتحفظنا من الخطأ وتشجعنا بكلمتك الحية، كلمة الحياة. لك كل المجد في المسيح يسوع، آمين. نتابع قصة الكتاب المقدس. وصلنا في صموئيل الأول إلى الإصحاح 25، وإذا بدنا نعطي عنوان لدرسنا اليوم أو هذه الفترة رح بنقول طوبى لصانعي السلام. رح بنشوف داود يجرب من بعد ما كان جدا متواضع وساعي إلى السلام ولا يريد أن ينتقم من شاول. بعدنا شايفين هذا الشيء الأسبوع اللي فات. اليوم رح نشوفه مجرب أن ينتقل، ولكن هناك وسيط يرسله الله لكي يحمي داود من نفسه ومن مسألة الانتقام وسفك الدماء. فهذا الإصحاح 25. ومات صموئيل، فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة، وقام داود ونزل إلى برية فاران. فبيبدأ الإصحاح بإعلان وفاة صموئيل، صموئيل النبي، صموئيل القاضي، صموئيل صانع السلام، صموئيل رجل الصلاة، كل هاي الأمور. بس هلأ صموئيل مش موجود. لما بيقلنا فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه، بيقول جميع إسرائيل يعني أكيد ممثلين من كل الأصباط جاءوا إلى الرامة وناحوا هناك وبكوا عليه أكيد ودفنوا. لاحظ أنه مقاصد الله تستمر، يعني ما بيتوقف هون وبيحكي وبيبدأ يمدح في صموئيل ويعظم فيه. ما في شيء اسمه بيعملوا له مزار أو منصب خاص، ما في هيك شيء بالكتاب المقدس أبدا. شخص بيموت طبعا نتذكر حياته وبنتمثل بإيمانه، وأمور كثيرة ممكن نعملها ونتشجع فيه ونحزن أكيد ونموح أكيد في مناحة وفي حزن. بس بنفس الوقت الله بده إيانا نعرف أنه المقاصد، مقاصد الله الصالحة تستمر. الله بيواصل عمله في الناس اللي بعده، في الجيل اللي بعده. الله عمل الله لا يتوقف على إنسان واحد، مهما كان هذا الإنسان عظيم، وفي عظماء أكيد ومثالات عظيمة للإيمان لنا. ولكن ما في مسألة إنه الآن شو بده يعمل الله، كيف بده تستمر مقاصده ما دام في واحد هذا مسح ملوك يعني شاول وداود وهلأ راح. لا، مقاصد الله تستمر، وما في شيء مسألة أنه نتمحور حول شخص أو حول شخصية معينة. دايما تمحورنا تركيزنا هو حول الله نفسه. فداود يجوز أنه في هذه الفترة الهدنة ما بين شاول وداود أنه كانوا اثنيناتهم موجودين هناك في الرامة، يجوز، ما بنعرف، هذا افتراض. ولكن بيجوز أنه داود كمان بده ياخد فترة في المناحة، وبيجوز أنه ما يثق بشاول مثل ما حكينا، وأكيد هذا الشيء موجود. المهم أنه بيروح على برية فاران، يعني بينزل شوي جنوب باتجاه برية سيناء، ما راح على سيناء ولكن هذا المقصود هون.
بس هلأ بده يجيبنا إلى شو هذا الإصحاح رح بيكلمنا في حادثة معينة مهمة جدا حدثت، وكاد أن يحصل سفك دماء ومعاداة ويمكن حرب ويمكن معاداة لفترة طويلة في سبط يهوذا نفسه في داخل هذا الشعب، ولكن بصير في تفادي لهذه المسألة بسبب الوسيط، بسبب صانع السلام. ومن هو؟ نتعرف عليه بعد شوي. أول شيء بنتعرف على رجل، وكان رجل في معون، هاي مدينة صغيرة، وأملاكه في الكرمل. الكرمل مش الجبل اللي في شمال فلسطين، الكرمل هون مقصود في مدينة قريبة من معون، وأملاكه في الكرمل. وكان الرجل عظيما جدا، هون عظيم مش من ناحية أخلاقية، رح بنشوف أخلاقه ما كانت الجد عظيمة، ولكن كان عظيم جدا، يعني ثري غني، عنده سمعة، عنده كتير عبيد وموظفين وإلى آخره. وكان الرجل عظيما جدا، وله 3000 من الغنم و1000 من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل. هلأ لما بيجي وقت الجز، هذا بيكون وقت صحيح في شغل كتير، ولكن أيضا بيكون زمن أو فترة احتفالية. واسم الرجل نابال، واسم امرأته أبيجايل. عم بيعرفنا على الأسماء لأنه مهمة جدا في هذه الحادثة. وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل، هلأ عم بيقارن ما بينهم، يعني الزوج، فكان قاسيا ورديء الأعمال، قاسي وشرير عنفواني، وهو كالبي، يعني من نسل كالب. فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان، يحكي لهم شو يحكوا لنابال. هلأ داود عم بيتعامل مع نابال بصورة صحيحة ومتواضعة، بس هو ورجاله محتاجين أكل، محتاجين معونة، وعم بيرسل لنابال حتى يطلب مساعدة بكل تواضع. وبنعرف هلأ من الكلام أنه هو ورجاله كمان، يعني مثل كأنه نابال مديون إلهم، لأنه هم عم بيعملوا حماية في نفس الوقت له ولقطعانه ولرجاله إلى آخره. هلأ نشوف. فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا هكذا: حييت وأنت سالم، وبيتك سالم، وكل مالك سالم، والآن قد سمعت أن عندك جزازين. هذا وقت الاحتفال، وقت الكرم. حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. فعم يعني بس عم بيحكي شيء هو صحيح، هو واقع. وليش عم بيحكي هذا الشيء؟ لأنه في هذه المناطق مش بس في خطر مرات من الأعداء من خارج، بس في خطر حتى من الداخل، من اللصوص، من المتعدين، إنه يجوا يسرقوا من الخراف، أو يجوا يتعدوا على الرعاة. فبيقولوا إحنا مش هذا النوع من الناس، إحنا مجموعة، صحيح إحنا في حالة هروب وفي خطر على حياتنا، بس إحنا بنفس الوقت بنظهر رحمة، بنهتم بسلامة الناس. هاي الفكرة هون بالأعداد 15 و16 بيتكرر هذا الشيء، بيقول: والرجال محسنون إلينا جدا. هون هلأ بعد شوي بنشوفها، بيكونوا رجال نابال عم بيذكروا، أو عم بيتكلموا مع أبي جايل زوجته: والرجال محسنون إلينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحقل. كانوا سورا لنا ليلا ونهارا، يعني حماية. كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. بالعدد 21، وقال داود، لما داود
بينفعل، بيقول: إنما باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكافأني شرا بدل خير. فنكمل هلأ، رح نشوف شو اللي صار حتى يحكي داود هيك. فهلأ الرسالة هي: إحنا رجال سلام، وقعنا في احتياج، محتاجين، ممكن نتكل عليك إنك أنت تعيننا بالأكل. فاسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك، لأننا قد جئنا في يوم طيب، يعني في وقت احتفال. فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. لاحظ وين بيحط نفسه، عم بيستخدم، تتذكر نفس الكلمات استخدمها مع شاول، كأنه النص بده إيانا كمان نقارن إنه نابال يمكن بيشبه شاول من ناحية عدم التصرف بلياقة، عدم التصرف بحكمة إلى آخره. المهم، فعم بيضع نفسه في مكان الخادم العبد. فجاء الغلمان، عدد 9، وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. فأجاب نابال عبيد داود وقال، لاحظ جواب نابال المستكبر وأيضا مستهتر وعدم المحترم بالمرة: من هو داود؟ ومن هو ابن يسة؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحسون، يعني يهربون، كل واحد من أمام سيده. يعني عم بيتكلم عن داود كأنه خادم أو عبد هارب من سيده، ما بده يخدم سيده بقى. أأخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ يعني لاحظ، هذا سبط يهوذا نفسه، وداود من هذا السبط، وبسبب المشكلة اللي صارت بينه وبين شاول فهو في حالة هروب في البرية، ومعتمد على لطف ورحمة الناس لما هو ما بيقدر يلاقي أكل حتى يساعدوه هو ورجاله. فلاحظ أنه ظاهر أنه واقعين في هيك احتياج، ومحتاجين أنه نابال يرحم، مش يستهتر ويستكبر ويرمي هذا الكلام. شو عم بيحكي؟ يعني بمعنى آخر نابال عم بيقول هذا داود هذا إنسان بلا قيمة. ظاهر أنه في ناس كانت طبعا عم تاخذ حياد معين، عم تاخذ موقف، فظاهر أنه نابال عم يشبه بشاول، وظاهر أنه نابال أيضا ماخذ موقف شاول من داود، مع أنه كمان اللي معروف هو أنه داود ممسوح للملك، وأنه يوما سيكون الملك، هو الملك الآتي بمعنى آخر. فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام. هلأ بنشوف انفعال داود وبده ينتقم، ما شفنا داود هيك من قبل، هلأ رح نشوف جهة من داود، لأنه كل إنسان، ما في إنسان كامل أحبائي، كل إنسان معرض للتجربة. شيك نجنا من الشرير، لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير، هاي صلاتنا اليومية. فقال داود لرجاله، لاحظ الانفعال، ليتقلد كل واحد منكم سيفه، يعني عم بيجهز للحرب. فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل، ومكث 200 مع الأمتعة. هلأ شو عم يعمل داود؟ عم يستعد، يعني بمعنى آخر نروح ياخد بالقوة هذا الشيء، ويمكن، مش يمكن، على الأغلب شو رح يصير؟ رح يقتل، إذا لو يعني هذا الشيء أخذ مجراه، رح يقتل نابال ويمكن ناس حواليه، ورح ياخذ اللي بده إياه بالقوة. هلأ بيوصلوا الخبر إلى أبي جايل زوجة نابال. فأخبر أبي جايل امرأة نابال غلام من الغلمان قائلا: هو ذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا
فثار عليهم. لاحظ هذا الغلام بيعرف سيده وبيعرف عنفوانه، بيستخدم الكلمات، فثار، نفر، ثار، هب. والرجال محسنون إلينا جدا. هلأ عم بيذكر أبي جايل اللي ممكن عارفة أو مش عارفة عن داود ورجاله، محسنون إلينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء، كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحقل، كانوا سورا لنا ليلا ونهارا، كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. على فكرة هي ابن لئيم مثل ما شفناها عدة مرات من قبل هيك، ابن بليعال، يعني بمعنى آخر عديم الفائدة، إنسان شرير. هذا بيعرف سيده، وأبي جايل كمان أكيد بتعرف زوجها، بس لاحظ أبي جايل كيف بيكون رد فعلها. فبادرت أبي جايل وأخذت دغري، بسرعة تحركت، سمعت هذا الكلام، هي رح بتكون الوسيطة، هي صانعة السلام، بسرعة بتتحرك، بحكمة بتتصرف. فبادرت أبي جايل وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك و200 عنقود من الزبيب و200 قرص من التين ووضعتها على الحمير. هلأ شو هاي الأشياء كلها المتوفرة؟ أكيد متوفرة. أول شيء هذا إنسان غني، بعدين هذا عيد، هذا احتفال، وبعدين كمان عم يكرم جازيه، فهي كل الأشياء جاهزة. وقالت لغلمانها أعبروا قدامي، أنا ذا جائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نابال. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل، إذا بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها، جايين يعني جايين في نية شر، حرب، سفك دم. فصادفتهم وقال داود، هلأ داود بده يحتج، إنما باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكفأني شرا بدل خير. هكذا هلأ بيتلفظ بنوع من اللعنة، أو يعني عم بيتوعد إنه بده يعمل شيء. طبعا هذا الشيء عم بيعمله باستعجال وبدون تفكير وبدون حكمة، هذا رد فعل خاطئ، عم بيعطي كأنه تعهد أمام الرب، وعم بيتلفظ بلعنة. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد، إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. هي عبارة معناها رجل، ما رح خلي ولا واحد منهم. لاحظ يعني في انتقام وفي عنف وفي سفك دماء في النية. ولما رأت أبي جايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها. لاحظ التواضع، ولاحظ شو بدها تعمل حتى تكون فعلا وسيطة وصانعة سلام، لأنه ما بدها هذا الشيء يجي لا على زوجها ولا على بيتها ولا على الناس اللي حواليها ولا كمان على داود، لأنه هلأ بنشوف من كلامها هذه الامرأة الحكيمة كيف عم تتصرف. وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه. هلأ لاحظ شو أبي جايل، مع أنه هي يعني امرأة رجل غني وثري جدا ومعروف، يعني ممكن هي كمان تستكبر وما تقبل على نفسها تعمل هيك شيء، بس هي بتتواضع، بتكون منكسرة تماما، لأنه في هدف وهو تحقيق السلام وهو المصالحة، هي وسيطة صلح، وسيطة سلام. هلأ شو بتقول؟ علي أنا يا سيدي هذا الذنب. لاحظ هون رح نتعلم اشياء حلوة كثير من أبي جايل، امرأة السلام، امرأة الوساطة. في ممكن نفكر انه يعني المسيح شو عم بيحكي لنا في التطويبات مثلا؟ طوبى لصانعي السلام، لأنه أبناء الله يدعون. يعني لما إنسان بيصنع سلام هو عم بيتمثل بالله نفسه،
لما إحنا حاملين رسالة السلام شيك تصالحوا مع الله، هي أولا عم بنعمل أو عم بنحس على السلام بين الله والناس، حتى الإنسان يتوب ويرجع ويطلب الغفران على أساس عمل المسيح على الصليب من أجله وقيامته من الأموات لأجل تبريره. فإحنا صانعي سلام، بس كمان إحنا صانعي سلام بين الناس والناس، نسعى إلى المصالحة، إلى العيش في سلام، إلى المسالمة. إحنا مش دعاة حرب، إحنا دعاة سلام. فلاحظ شو عم تعمل، خلي الذنب يقع علي، أنا مستعد أضحي، أنا مستعد أن أخذ الملامة لأجل السلام، لأجل المصالحة. اعتبرني أنا المذنب يا داود، اعتبرني أنا المذنبة. كم واحد منا عنده استعداد يعمل هيك لأجل المصالحة؟ كثير مرات إحنا أكثر متمسكين بسمعتنا، ولا هذا غلطان وأنا بدي أصلح الغلط وبدي أفرجيه وبدي أعمل فيه وهيك، بس مش هذا صانع السلام. دع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام، يعني بمعنى آخر اسمع لي قبل ما تتسرع وتكمل في طريقك وتعمل هذا الشيء اللي أنت ناوي تعمله. توقف شوي واسمع، اعتبرني أنا المذنبة واعتبرني أنا اللي بده يتكلم معك الآن كلام سلام. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا، هي عارفة رجل لئيم يعني بمعنى شرير، يعني ما بيريد الخير للناس، متعجرف، شايف نفسه عم بيفكر فقط في مصلحته، ما بيفكر بي الآخرين أبدا. هي عارفة زوجها على نابال، لأن كاسمه هكذا هو، نابال اسمه والحماقة عنده. طبعا يمكن ما يكون هذا بالحقيقة اسمه، ولكن هيك صار سمية بسبب صفاته وتصرفاته، يجوز. هلأ الأحمق أو الغبي في الكتاب المقدس مش المقصود فيه يعني عقليا أو ناقص من ناحية معينة، لا، عنده العقل وما في شيء بينقصه، اللي بينقصه هو الحكمة، هو التصرف الأخلاقي الصحيح. وعلى فكرة داود في المزمور 14 يحكي لنا شوي عن هذا الموضوع. قال الجاهل في قلبه ليس إله. هلأ المشكلة هون إنه نابال هيك، بس داود هلأ عم بيتصرف كأنه هيك، كأنه ما في إله، وكأنه هذا الإله ما بيطلب منه كيف يعيش، وكيف يعيش بسلام وبقداسة وبدون انتقام، وكأنه هذا الإله مش عم بيطلب منه أنه ينتظر ويخلي المجازات له وليس للإنسان، ليس لداود يعني. فعم بيتصرف كأنه هيك، والمؤمن نفس الشيء، ممكن المؤمن يتصرف كأنه مش مؤمن. هذا مش معناته التغى إيمانه، بس معناته مش منتبه، معناته مش عم بيتصرف بحكمة، معناته مش عم بيتوجه إلى الله، معناته مش عم بينتظر أمام الله، عم بيعمل بحسب اجتهاده وفلسفته وتفكيره بدون استشارة الله، بدون أن يضع الله أمامه. قال الجاهل في قلبه ليس إله، هذا المزمور 14. من هو الجاهل؟ كل إنسان ممكن يكون هذا الجاهل، غير مؤمن أكيد، والمؤمن أيضا. شاول، نابال، داود نفسه هلأ يكاد أن يكون هكذا، كلنا. وهلأ لأنه في روميا 3 على فكرة الرسول بولس بيقتبس من هنا بالوحي الإلهي حتى يحكي لنا حقيقة أن الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. من البداية هيك، في عنا آدم وحواء، في عنا قايين وهابيل، في عنا أيام نوح، في عنا صدوم وعمورة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الله عم بيشوف هذه الخطيئة في البشر دائما وملاحظها، وعم بينتظر الإنسان أنه يرجع من فساده ويتوب ويرجع، مش هيك؟ هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا
فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هذا ينطبق علينا جميعا، أنه إحنا خطاط متمردين على الله، وبدنا ننتبه، وبدنا أول شيء نتوب ونرجع ونطلب الغفران على أساس عمل المسيح على الصليب. وإذا كنا مؤمنين بدنا ننتبه من هذا الشيء، بدنا ننتبه أنه نرجع ونجرب ونقع في الشر ونفتكر الشر ونتكلم بالشر ونفعل الشر. الرب يحمينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. ألم يعلم كل فاعلي الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو؟ والرب لم يدعو يعني ما دعوا الرب. هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار. الله بده أن الأبرار يمثلوا في الأرض ويعملوا الصلاح في الأرض، مش يكونوا زي الباقين. رأي المسكين ناقضتم لأن الرب ملجأه. ليت من صهيون خلاص إسرائيل. طبعا هون بصير فيه كلام عام، عند رد الرب سبي شعبه. ممكن هذه نظرة نبوية للأمام، بس على الأغلب هي نظرة إلى الوراء. لما الله سبى شعبه من وين؟ من مصر. هذا دايما في رجوع إلى الخروج، يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. ما بدنا إحنا يعني نضلنا في المزمور 14 بس، نلاحظ أنه هناك داود عم بيعالج هذا الشيء اللي هون يكاد أن يقع فيه، وهلأ عم بيتصرف كأنه قال الجاهل في قلبه ليس إله، هذا نابال وهذا شاول. بس هون داود كمان مجرب بنفس التجربة. هلأ لما تيجي أبي جايل، شو بينطبق على أبي جايل؟ فمثلا في سفر الأمثال بيقول الموبخ الحكيم لأذن سامعة. يعني بصير في حكمة، والحكمة بتاخد مجراها لما بتقع على أذن سامعة. خلينا نشوف أذن داود سامعة ولا لا. أو في المزمور 144 ليضربني الصديق فرحمة، وليوبخني فزيت للرأس. يعني هذه أبي جايل الصديقة جاي عم بتوبخ بكل تواضع، وهلأ بنشوف إذا رح يجي ويقع على أذني داود كرحمة كزيت للرأس أم لا. فخلينا نعيد. وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك، لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نابال، لأنك اسمه هكذا هو، نابال اسمه، والحماقة الجهل يعني عنده مثل ما فسرنا. وأنا أمتك، أنا خادمتك، لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلته، والآن يا سيدي حي هو الرب. هلأ بدي أدخل الرب في الموضوع. وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. لاحظ بتحس الضمير. هاي المصالح، هاي السعي، هاي الوساطة الحقيقية، بتتكلم بكل تواضع إلى ضمير الإنسان لعله يحيا، لعله يسمع، لعل الكلام يقع على آذان صاغية، لعل التوبيخ بيكون مثل رحمة لهذا الإنسان. حي هو الرب، وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك، والآن فليكن كنابال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك، لاحظ التواضع كمان مرة، إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. هاي المعونة أجت لك يا داود، ما تنتقل. واصفح عن ذنب أمتك لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا. لاحظ شو عم يعني كل هذا الكلام العظيم. يعني أنا اعتبرني أنا المذنبة،
وارحمني أنا وسامحني أنا، أصفح عن ذنبي أمتك مش هي المذنبة، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا. رب مثل ما وعد رح يعمل يا داود، أنت ما تتسرع يا داود، لأن سيدي يحارب حروب الرب. هي مش حرب رب، هي حربك أنت يا داود. ولم يوجد فيك شر كل أيامك، يعني لغاية الآن سمعتك حلوة، عم تنتبه، انتبهت. ما بعرف إذا وصل إلها خبر عن شاول، بس داود بيعرف هي ممكن عم تتكلم كلام نبوي إله، كأنها نبية عم تيجي وتوقفه عند حده، وسيطة ساعية سلام، مش هيك؟ وقد قام، كأنه عم تقوله يعني أنت أذكر الرب، أذكر أنت مين يا داود، أنت الممسوح الملك الآتي، شو عم تعمل، شو عم تعمل، هيك بدك؟ يعني لما تبدأ حكمك تتذكر الناس هيك أمور. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة، هلأ نشوف، في حزمة الحياة مع الرب إلهك. يعني أنا عم بحكي لك خلي نفسك محفوظة كأنها في حزمة. الحزمة، حزمة الحياة، كانوا يسموها في ذيك الأيام، هاي عبارة يعني شو عندك شيء ثمين خليه في حزمة وخبيه وأحفظه. فهون هاي صورة حلوة عن داود أو حياة داود، محفوظة في حزمة لدى الرب. الرب اللي رح يحفظك، مش أنت اللي رح تحفظ نفسك، مش أنت اللي تنتقم، الرب هو الذي يجازي. مش أنت اللي رح تاخد الشيء بالقوة، الرب رح يعطيك. نفس الشيء الملك بعدين، الرب رح يعطيك. وداود عارف هذا الشيء تماما، فضميره حي. وهذا الشيء اللي حلو في داود، ليش بيقول أنه بحسب قلب الله؟ لأنه عنده قلب حساس، ولما بيتوبخ بيتجاوب. نفس الشيء رح يحصل بعدين بالخطية الفظيعة اللي رح يعملها لما النبي ناثان يواجهه. بس هلأ في امرأة ساعية سلام وسيطة عم تجي تواجهه بهذا الكلام. نكمل وين وصلنا، عدد 30. ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، فإذا معناته أنه معروف هذا الشيء عن داود، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة، معثرة قلب لسيدي، أنك قد سفكت دما عفوا، يعني بدون سبب، بدون سبب. أنت بدك تسبب حرب، بدك تسبب عداوة في صبت يهوذا. أنت عم تفكر شو عم تعمل يا داود، أو شو ناوي تعمل يا داود؟ لا، الرب اليوم حفظك، وإذا بتنتبه رح تحفظ من سفك الدماء. أو أن سيدي قد انتقم لنفسه، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك، اذكرني أنا كمان. لاحظ هذا كلام مماثل لي، حتى الكلام اللي بيحكيه شاول في الفترة لما بيرجع إلى صوابه، احفظني أو اذكر عائلتي لما أنت تأخذ الملك. فقال داود لأبي جاي، لاحظ رد فعله الصحيح والحكيم مش الجاهل. هلأ ما عم بيقول في قلبه ليس إله، هلأ عم بيتصرف أمام الله بحكمة. فقال داود لأبي جاي، المبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. حتى ولو داود تلفظ بهذه اللعنة من قبل، وكأنه معطي يعني نوع من التعهد، بيتوعد أنه هيك بده يعمل، بيرجع عن كلامه بيتواضع. أحسن أنه الإنسان حتى ولو حكى شيء وبعدين لاحظ أنه غلط يرجع عن كلامه، وما يعمل هذا الشيء، ما يستقبل، يحكي لا أنا حكيت وهيك راح أعمل. هذا الشيء اللي حلو في قلب وفي حياة داود، نتعلم منه. ولكن هلأ بده يحكي أنه الرب هو له حق
المجازات مش أنا، ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك، إنك لو لم تبادر وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنابال إلى ضوء الصباح باء الحائط، ولا رجل كان بقى لأنه أنا ورجالي كنا هيك ناويين. عم يحكي بكل شفافية وصدق. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها: اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك، يعني أكرمتك أنا وأكرمت كلامك وعملت شيء جيد جدا. فجاءت أبيجايل إلى نابال، وإذا وليمة عنده، بدنا نمشي شوي بسرعة نخلص الإصحاح، في بيته كوليمة ملك، طبعا محتفلين وإلى آخره. وكان نابال قد طاب قلبه أكثر من اللزوم، وكان سكران جدا، فلم تخبره بشيء صغير أو كبير إلى ضوء الصباح. طبعا تكلم شخص سكران. وفي الصباح عند خروج الخمر من نابال، طبعا بدها تواجهه بالصراحة وبالحقيقة، لاحظي المرأة الفاضلة، أخبرته امرأته بهذا الكلام، فمات قلبه لما سمع هذا الكلام، حصل معه جلطة، فمات قلبه داخله وصار كحجر، يعني نوع من الشلل أصابه. وبعد نحو 10 أيام، بس مش عم بيحكي لنا الله إنه هو الرب اللي عم بيسبب هذا الشيء لنابال، وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نابال فمات. لاحظ إنه هيك نابال حصل فيه، بس مين سيد في فوق الجميع؟ دائما الرب. فلما سمع داود أن نابال قد مات قال، هلأ هون داود عم بيشكر الرب لأجل مجازاته العادلة، مش عم بيعبر عن انتقام. ننتبه، مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نابال وأمسك عبده عن الشر. لاحظ كمان أمسكني عن الشر، بنفس الوقت جازة وعمل عدالة، ورد الرب شر نابال على رأسه. ظهر أنه في شرور كثيرة عم يعملها نابال في حياته. وأرسل داود وتكلم مع أبيجايل ليتخذها له امرأة زوجة. فجاء عبيد داود إلى أبيجايل إلى الكرمل وكلموها قائلين: إن داود قد أرسلنا إليك لكي نتخذك له امرأة. فقامت وسجدت على وجهها إلى الأرض وقالت: هو ذا أمتك جارية لغسل أرجل عبيد سيدي. لاحظ تواضع أبيجايل مع أنه مقامها عالي وحكمتها عظيمة. ثم بادرت وقامت أبيجايل وركبت الحمار مع 5 فتيات لها ذاهبات وراءها، وصارت وراء رسل داود وصارت له امرأة. لاحظ، هلأ بنحكي شوي عن تعدد الزوجات، هذا موضوع ثاني، هو خطأ طبعا وموجود في العهد القديم، بس كمان في شيء عم بنلاحظه على إيمان أبيجايل. داود شو عنده؟ ما عنده شيء، لا عنده بيت ولا عنده قصر، ولا داود في البرية هارب، ما عنده مأوى إلا المكان اللي بيلتجئ إليه، ما عنده حصن اللي هو بيتحصن فيه. فش لاحظ إيمانها، مع أنه داود بدون بيت وهارب ولاجئ تقبل أن تكون زوجته، يعني عم بتأكد شيء أنه داود مش رح يبقى في هذه الحالة، داود يوما ما ملك. مؤمنة بوعد الله مثل داود يعني. ثم أخذ داود أخي نوعم، طبعا أخي نوعم كان ماخذها من قبل، بس هون عم بيحكي لنا عن تعدد الزوجات، من يزرعيل، فكانت له كلتاهما امرأتين. لأنه بعدين لما بيحكي لنا عن داود وزوجاته دايما بيذكر أخي نوعم أول، هي اللي بيولد منها شو اسمه عمنون، بعدين بنشوف. المهم بس كمان بيحكي لنا شيء، فأعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود اللي كانت امرأة داود، بياخدها وبيعطيها لفلطي بن لايش الذي من جليم، هذا من بنيامين. المهم عم بيحكي لنا خطأ شاول من ناحية انه عم بياخد زوجة داود، وهي الزوجة الأولى على فكرة، وعم بيعطيها إلى رجل آخر. وبنفس الوقت عم يحكي لنا عن خطأ داود في مسألة العائلة والزواج، أخطأ داود جدا لأنه عدد زوجاته. ومن البداية الله حدد رجل واحد وامرأة واحدة، ويلتصق الرجل بامرأته ويكون الاثنان جسدا
واحدا، وبعدين المسيح بيعقب وبيأكد وبيتوسع في هذه الحقيقة المقدسة العظيمة. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. بس هذا داود مش كامل، والنص لما عم بيحكي لنا هذا الشيء مش عم بيصدق عليه، بس عم بيحكي لنا الواقع اللي كان عم بيعيشوا الناس في هذاك الزمان، واللي هو خطأ. تعدد الزوجات خطأ، ما في مجال إنه نصدق نحن على هذا الموضوع. بس قديش أحبائي إحنا محتاجين لصانعي سلام، لوسطاء، لهي مسألة الوساطة بين البشر، مش بس بين الله والناس. إحنا سفراء مش هيك وعم نحكي عنه، تصالحوا مع الله لأنه إحنا دعاة سلام، ودعاة الإنجيل هم دعاة سلام، سلام بين الله والإنسان أولا، بعدين بتصير نعرف كيف نعيش ونسالم الجميع ونكون مطوبين من هذه الناحية. طوبى لصانعي السلام ومتمثلين بأبينا السماوي، لأنهم أولاد الله يدعون. قديش محتاجين لمصالحين ووسطاء وصانعي سلام أحبائي، محتاجين كتير كتير. وخلينا إحنا نبادر وإحنا نكون هيك في وسط عالم كله بيحب الحرب والعنفوان والانتقام والثأر، وبيعطي مجال بشكل يعني قبيح جدا وفظيع لهذه الأمور. خلينا إحنا نكون أبناء سلام. شكرا إليك يا رب، فعلا طوبى لصانعي السلام، أنت تطوب فينا وفي كل رجل وامرأة سلام مثل أبي جايل. شكرا لأجل مثالها الحلو، التواضع والكلام، ليس الكلام الممرق ولكن الكلام الحكيم، الكلام الذي يخاطب الضمير، الذي يقع على آذان سامعة، التوبيخ اللي بيكون مثل زيت للرأس ومثل الرحمة للإنسان المخطئ. شكرا إليك يا رب، خلينا نتمثل بمثالها وأكيد بمثال المسيح، ونحقق قوله لنا طوبى لصانعي السلام. نشكرك لأجل السلام الذي صار بيننا وبين الله على حساب دم يسوع المسيح، له كل المجد مع الأب والروح القدس في الكنيسة وإلى دهر الدهور. آمين.